السلام عليكم، تمنى تكونوا بخير وعلى خير. حصتنا اليوم ان شاء الله غنتعرفوا فيها على لي ديفيرونسونس دامو، يعني المعاني المختلفه للكلمه. ف دون لا لونغ فرونسيز شاك مو بو تافوار بلوزيور سونس، في اللغه الفرنسيه كل كلمه ممكن يكون عندها معاني مختلفه. فاولا نمروا نشوفوا هاد لي زيكزامبل. Hier, j'ai reçu une lettre de la part de mon ami Amina. Jumla tania, mon fils apprend à écrire la lettre S. Falika lahdo, annahu les deux phrases contiennent le mot lettre. Lettre, lettre. Alors, bach ghanmizo ma bin lettre l'oula ou lettre tania. ففي الجملة الأولى قلنا hier j'ai reçu une lettre de la part de mon ami Amina. وفي الجملة الثانية قلنا mon fils apprend à écrire la lettre S. فاللتر الأولى كتعني text que l'on envoie. text que l'on envoie يعني رسالة. ولتر اللي عندي في الفراز الثانية كتعني كونسون أو فويل يعني حرف. فكيف كنعرفو؟ حروف اللغة الفرنسية كينقسمو لي كونسون اي لي فوييل. دونك لتر اللي عندي في الفراز الاولى كتعني رساله، ايير جي روسو اون لتر دو لا بار دو مون امي امينه، اللي كتعني بالامس تلقيت رساله من صديقتي امينه. وبالنسبه للفراز الثانيه مون فيس ابرون ا ايكريغ لا لتر اس، فهنا لتر كتعني حرف، يعني ابني يتعلم كتابة الحرف S. داكوغ؟ ألوغ إلا عندي أون فراز مكتوب فيها لو مو لتر، باش غنعرف واش رسالة أو حرف، فكنعرفو بلو كونتكست، يعني السياق نتاع الجملة. داكوغ؟ يعني سياق الجملة هو اللي كيبين ليا المعنى نتاع الكلمة. فنتمنى يكون واضح ليكم. الآن نمرو لو مو أورانج. فأورانج عنده معاني مختلفة أيضا في الفرنسية، كي يعني كولور، كولور أورانج يعني اللون البرتقالي، وكي يعني أيضا فخوي، كتعني أيضا فخوي أو فاكهة. داكوغ؟ يعني لو مو أورانج كي يعني لا كولور أورانج، يعني اللون البرتقالي، وكي يعني أيضا لو فخوي اللي هي فاكهة البرتقال. ألوغ إلا عندي J'aime le jus d'orange. وعندنا أيضا أمل أشتي أون روب أورانج. ألوغ باش غنميز ما بين أورانج الأولى و أورانج التانية بالسياق بلو كونتكست. ألوغ J'aime le jus d'orange كتعني أحب عصير البرتقال، هنا كنعنيو به الفاكهة. أما بالنسبة للجملة التانية اللي هي أمل أشتي أون روب أورانج، فهنا كتعني اللون، يعني أمل اشترت فستان برتقالي، هنا كنعنيو به اللون. داكوغ؟ نمرو للكلمة الموالية اللي هي أفوكا. فأن أفوكا كتعني ميتي، مهنة، يعني محامي، فمحامي هو أفوكا، أن أفوكا. وأيضا كتعني الفخوي، ثمرة الأفوكادو. يعني قلنا أفوكا كتعني محامي وكتعني ثمرة الأفوكادو، فهادو هما لي ديفيرونسونس نتاع لو مو أفوكا. عندنا أيضا سوري، فا أون سوري كتعني لانيمال اللي هو الفأر، فا لا سوري كتعني فأر. وأيضا أون انفورماتيك لا سوري هي فأرة الحاسوب. فنتمنى يكون واضح لكم. ألوغ قلنا بالنسبة لا سوري فكتعني لانيمال يعني الفأر، وفي لانفورماتيك لا سوري اللي هي فأرة الحاسوب. عندنا أيضا باغيت. باغيت عندها معاني مختلفة. فباغيت اللي هي نوع من الخبز بان، فهاد النوع من الخبز اللي كيظهر في الصورة كيتسمى باغيت. وأيضا باغيت كتعني بوتي باتون،
petit bâton. فكنقولو bâton de chef d'orchestre. يعني عصا قائد فرقة موسيقية. وعندنا أيضا bâton magique اللي كتظهر في الصورة اللي هي عصا سحرية. D'accord. Donc baguette كتعني soit pain يعني واحد النوع من الخبز اللي هو اللي كيظهر في الصورة كيتسمى baguette. وكتعني أيضا bâton soit bâton de chef d'orchestre يعني عصا قائد فرقة موسيقية أو bâton magique اللي هي عصا سحرية. هذا بالنسبة للباغيت. بوتون ف بوتون sur un vêtement كتعني زر يعني الزر اللي كيظهر أمامكم في الصورة. وبوتون أيضا sur un appareil يعني الزر باش كنشغلو لاباري مثلا زر الحاسوب. وعندنا أيضا sur la peau هي البثرة اللي كيكون في الوجه الحبل اللي كيكون في الوجه كيتسمى أيضا بوتون. الآن نمرو لمو كارت ف لا كارت كتعني كارت ديدونتيتي اللي كتعني بطاقة الهوية كارت ديدونتيتي. عندنا أيضا كارت ديتوديون اللي هي بطاقة الطالب ف ليتوديون هو الطالب كارت ديتوديون بطاقة الطالب. كارت جيوغرافيك اللي هي الخريطة كارت جيوغرافيك خريطة. عندنا كارت بوستال لا كارت بوستال اللي هي بطاقة بريدية. عندنا كارت دو ريستورون اللي هي لو مينو. الوغ عندنا أيضا كارت بونكير بطاقة مصرفية. عندنا كارت ميموار بطاقة الذاكرة. وعندنا كارت دو فيزيت اللي هي بطاقة الزيارة اللي هي بطاقة الزيارة. دونك هذا بالنسبة للكارت. مرو الغاقل. غاقل فغاقل كتعني انسترومون دو جيومتري اللي هي مسطرة. انسترومون دو جيومتري مسطرة كتعني ايضا برانسيب لوا برانسيب او لوا اللي هي القواعد. دونك غاقل كتعني قاعدة كتعني قاعدة كنقولو لا غاقل او القاعدة. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. تعرفنا فيها على لي ديفيرون سونس دامو. فكيف قلنا دون لا لونغ فرونسيز شاك مو بوت افوار بليزيور سونس يعني كل كلمه ممكن يكون عندها معاني مختلفه. فنو زافون ان سول مو يعني كتكون عندنا كلمه واحده اللي في كل مره كيكون عندها معنى مختلف. داكوغ. وكيف قلنا كنعرفوا المعنى نتاع الكلمه من خلال لو كونتكست نتاع الجمله او من خلال السياق. فنتمنى يكون درس اليوم واضح لكم وتكونوا استفدتوا منه. نتمنى ايضا تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائده. ما تنساوش جيم او لايك الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.